وزارة التربية السورية، الثالث ثانوي الأدبي، كتاب الجغرافيا، الفصل الأول. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوع نبراس والسوف. يغطي هذا التسجيل الدرس الرابع من الوحدة التعليمية رقم 4. تم الاعتماد على حلول نوطة الشامل في عالم الجغرافيا للأستاذ إبراهيم الموسى. عنوان الدرس: الجزر الحرارية. ورد في أحد التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في لندن لعام 2000 ميلادي الآتي: سجل مركز مدينة لندن في ليلة صيفية هادئة تطرفا حراريا بالنسبة للمناطق المحيطة به، نجم عنه تمركز الملوثات على شكل قبة فوق المدينة، واستمر ذلك مدة 6 أيام متواصلة، ورافقه حالات اختناق شديدة أيضا. ولا تزال مدينة لندن تعاني تواتر هذه المشكلة إلى يومنا هذا. تبين الصورة مركز مدينة لندن: تتركز الملوثات في مركز مدينة لندن التي تعد الأكثر ازدحاما بالسكان في المملكة المتحدة، وهي من أكبر المراكز الصناعية والتجارية والسياحية في العالم. وفي حال توافر رطوبة جوية كافية، فإن الملوثات ستتفاعل مع بخار الماء مشكلة ظاهرة الضبخان، أي أن ظاهرة الضبخان هي تفاعل بخار الماء مع الملوثات عند توافر رطوبة جوية كافية. سؤال: أصوغ المشكلة التي تعانيها مدينة لندن بأسلوبي. الجواب: المشكلة هي تركز الملوثات فوق المدينة على شكل قبة. سؤال: استنتج مما سبق تعريف الجزيرة الحرارية. الجواب: هي ظاهرة تحدث في المدن الأكثر ازدحاما عندما تكون درجات الحرارة أعلى درجات عن البيئة المحيطة، فتتركز الملوثات على شكل قبة فوق هذه المدن. سؤال: أبين آلية تشكل الجزيرة الحرارية وشروطه بدراسة المعطيات الآتية. يظهر لنا في السؤال مقطعين: مقطع لمتوسط درجة الحرارة الليلية عبر مدينة لندن ضمن حالة هدوء جوي، فنلاحظ أن انعكاس الأسطح الخشنة في الأبنية الداكنة قليل، وأن انبعاثات الغازات الدفيئة من السيارات كبير، وأن امتصاص الأبنية لأشعة الشمس كبيرة، وامتصاص الإسفلت في الشوارع الضيقة كبير. ونلاحظ أيضا أن درجة الحرارة المئوية في الجزر الحرارية في الريف نحو 2.5 درجة مئوية، أما في السكن الشبه الحضري تتراوح بين 2.5 و4، وفي مركز تجاري تتراوح بين 4 و4.5، أما في مركز المدينة فترتفع إلى 6 درجات مئوية، وفي الحدائق تنخفض إلى 4 درجات مئوية، أما في المناطق الزراعية فهي تتقارب من 2.5 درجة مئوية. معلومة: 1- في أيام الصحو تكون درجة حرارة الطرق والسطوح أكبر بحوالي 10 إلى 20 درجة مئوية مما هي عليه في المناطق العشبية. 2- وفي الأيام الغائمة تكون درجة الحرارة في المناطق المبنية أكثر بحوالي 3 درجات مئوية مما هي عليه في المناطق المحيطة. سؤال: سر الامتصاص المتزايد لأشعة الشمس في وسط المدينة. الجواب: قلة انعكاس الأشعة وضيق الشوارع والامتصاص الكبير لدرجات الحرارة وانبعاث الغازات والأبنية الداكنة. سؤال: بناء على ما سبق، أحدد شروط تشكل الجزيرة الحرارية في المخطط. الجواب: هناك انبعاثات هائلة من الملوثات والدخان في وسط المدينة، بينما تكون أسطح المصانع داكنة وشوارع إسفلت ضيقة وانعكاس قليل وامتصاص كبير لأشعة الشمس. يبين النظام الريحي الذاتي الذي تخلقه المدينة بسبب تباين درجة الحرارة بينها وبين المناطق المحيطة بها أن الجزيرة الحرارية تتشكل بين الضواحي ووسط المدينة. معلومة: نسيم الريف هو مفهوم حديث صنعته الحضارة المدنية، ويعني انتقال الرياح من الريف إلى المدينة. انتهت المعلومة. ننتقل الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: أقرأ وأحلل الشكل الآتي لأبين آلية تشكل الجزيرة الحرارية ثم أدون إجابتي. الشكل يظهر الضواحي مع مركز المدينة يشكلان جزر حرارية، بينما يبين نسيم الريف وهو ينتقل من الريف إلى الضواحي. الجواب: ترتفع الحرارة بشكل كبير وسط المدينة بسبب الطرق والأبنية الداكنة، ويرتفع للأعلى فينخفض الضغط، وتشكل تيارات هابطة على ضواحي المدينة التي تتعرض لضغط الرياح القادمة من الريف. سؤال: أبين الآثار الطبيعية والبشرية الناجمة عن تشكل الجزيرة الحرارية. الجواب: زيادة كمية التلوث والضغط على مصادر الطاقة. سؤال: أقرأ لأتعرف بعض الحلول المتبعة لحل هذه المشكلة، وأقترح حلولا أخرى، أفكر في تخطيط المدن وتصميمها. الاقتراحات الأخرى: استخدام مواد بناء عاكسة، زيادة عدد الأشجار داخل المدن، وزراعة السقوف بالبنايات. سؤال: برأيك إذا لم تعالج الجزيرة الحرارية، فكيف ستكون الانعكاسات المشكلة على مستقبل نموها المستمر؟
الجواب: سوف تنعكس بشكل خطير جدا، سوف يؤثر على تطور المدينة وسوف يعيق خطط التنمية. انتهى الدرس الرابع، انتهى التسجيل.